تتحمل، فنتكلم احنا ازدادت المصروفات الفعليه للمرتبات والاجور من 3196 مليون يعني 3 مليار في سنه 2004 2005 الى 11 مليار في 14 15، يعني الرواتب زادت ثلاث اضعاف. والقارئ البسيط يقول ثلاث اضعاف، احنا زدنا موظفينا دخلوا القطاع العام ثلاث اضعاف العدد زاد، لا هي كلها كانت ما بين زيادات وما بين ارتباطات وما بين مشاريع قدمت في سنوات ماضية. لذلك أنا أقول لا هذا المجلس ولا هذه الحكومة يعني تتحمل هذه المسؤولية. كثير من الإخوان أمس في الجلسة تكلم أكو قطاعات أكثر من قطاعات وأكو قطاعات أقل من قطاعات، للأسف هذه هي جزء من المشكلة الفعلية اللي نتج عنها زيادة بند الرواتب إلى ثلاث أضعاف.